السلام عليكم. أولا أود أن أشكر برنامج لايف المشاهير الذي يبث على قناة الشروق. شكرا لاتصالكم والاطمئنان على حالتي الصحية. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله أنني تجاوزت مرحلة الخطر. كان حادث تعرضت له أثناء تصوير مسلسل الضامة. بالرغم من الحادث، الحمد لله الفرقة التقنية والفنية بقيادة الأستاذ المخرج مزاحم يحيى تواصل التصوير. إن شاء الله نكون في السباق الرمضاني، وإن شاء الله تشوفوا شيء جميل، والتوفيق لكل المسلسلات التي هي في السباق الرمضاني لموسم رمضان 2023. أود كذلك أن أشكر كل الناس اللي اطمنوا عليا، اتصلوا بي لإطمئنان على حالتي الصحية. شكرا أولا للمخرج اللي كان معايا مزاحم يحيى على طول مدار الحادثة. شكرا فنانة عايدة عببسة اتصلت بي على السريع. كذلك أود أن أشكر تحديدا المنتج الفنان رضا حميم من رضا ستيساز أنه اتصل بي على السريع وطمن على صحتي، شكرا جزيلا له. كذلك الممثلة مونيا بن فعول، نورهان زغيد التي هي تشاركنا تصوير المسلسل، هي من بين الممثلين المشاركين في مسلسل الضامة، الفنانة موني بوعلام، كثير من الممثلين الفنانين اللي كانوا اتصلوا بي يعني يستسمحوا مني نعاود نقول قاع أسماءهم. شكرا مرة أخرى لبرنامج لايف المشاهير وللطاقم القائم عليه، المعد والمنشطين والتقنيين، وإن شاء الله رمضان مبارك للجميع.